خلوني اروح على التليفون. معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص. اهلا 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 يا استاذ اكرم. اهلا 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 مساء الفل. ازي حضرتك؟ ايه الاحوال؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. انا لسه كنت عمال يعني ايه بشعر على قدي كده في السودان وعلى الدور الدائم او التكامل الدائم ما بين مصر والسودان. السودان دايما ليها وضعية خاصة في قلوبنا قبل ما يبقى لها وضعية سياسية واقتصادية هامة لدى الدولة بشكل عام. بالتأكيد يعني السودان جزء من مصر، يعني احنا بنعتبرها، مش بنقول بلدنا الثاني، لا ببلدنا واحنا بلدهم، وعلاقتنا بيهم علاقة دم وعلاقة مية وعلاقة روح وعلاقة حياة. صحيح. والحقيقة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي مش بس يعني فكرة انه اعادة بناء العلاقات مع الاشقاء في افريقيا وهي علاقات استراتيجية، لكن كمان السودان باعتبارها الجزء الاخر من مصر وشريك المية وشريك الحياة وشريك المصير المشترك. فالحقيقة انه موقف مصر، يعني احنا شفنا طبعا الشمول، التغيرات المناخيه زي ما انت اشرت بقت شيء من منتهى الخطوره، يعني مخيف. في الاردن منذ مده كنت في بعض دول اوروبا، في كندا الناس بتعاني من جفاف، بتعاني من نقص، بتعاني من ارتفاع شديد في درجات الحراره. ده يعني بيعيدنا النظر في فكره ازاي كاب 27 جه في مصر بهذا الشكل واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعض الناس كانت تتحدث عن تغير المناخ ده باعتباره نوع من الطرف يعني، والحقيقه الرئيس لما كان بيتكلم في جلاسكو او في تاكيد اهميه ان الدول الصناعيه تدفع ما عليها او تقدم ما عليها لمواجهه تغير المناخ، كان بيتكلم في قضيه استراتيجيه تخص الكره الارضيه، واحنا والرئيس شارك في مؤتمر البحر المتوسط وتغيرات البحر المتوسط وغيره. فكرة تغير المناخ دي يعني فكرة في منتهى يعني تغير وتهديد حقيقي للكرة الأرضية. اهتمام مصر المبكر بهذا الأمر، وبعض الناس كانت تستهدف محطات إنبان أو محطات طاقة المتجددة الشمسية أو غيره أو الرياح أو توطين هذه الصناعات والمنتجات في مصر. نعود إلى فكرة السودان، والحقيقة أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مش بس بيعيد بناء العلاقة مع السودان، بيعتبر السودان جزء رئيس مصر، فمساندتها هي واجب على الدولة المصرية وليس أي نوع آخر من الامتنان أو غيره. احنا بنقدمها زي ما نكون بنقدم لنفسنا، زي ما بنقدم للمواطنين المصريين. والرئيس عبد الفتاح السيسي قبل كده قدم مبادرة مليون يعني علاج مليون أفريقي من فيروس وفتح الباب للأشقاء في السودان، ودعم مصر لفكرة استقرار السودان وأهمية طبعا أن تكون هناك اتجاه لهذا الاستقرار. ومصر بتقدم كل تجاربها شمالا وجنوبا باعتباره انه جزء من مصر. والحقيقه انه هذه الاستراتيجيه او هذا التحرك يعتبر جزء مهم جدا من استراتيجيات مصر في التحرك نحو اجزائها المختلفه وتحولاتها. واحنا عارفين ان السودان، مصر تدعم ان السودان يستقر، واستقرار السودان يعني اعاده انتاج الزراعه، سله الغذاء. فكرة الاستقرار دي نظرية مصرية دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث على فكرة يا جماعة انه الحفاظ على وحدة الدولة او استقرارها ده مهم جدا، ممكن نختلف ونتفق لكن يظل الاستقرار ويظل التنمية وتظل التحركات المختلفة للدولة والحفاظ عليها، دي هي الخطوة الرئيسية. صحيح. وده بيخليني يا استاذ اكرم يعني افكر معاك بصوت عالي في ايه؟ احنا طول الوقت يعني مصر بالذات ترى أنها جزء من السودان والسودان جزء من مصر، الشعب السوداني هو جزء أساسي من الشعب المصري والشعب المصري أيضا هو جزء أساسي من الشعب السوداني. في حد هيروح جاي يقول لي يوسف كلام إنشا ومش عارف إيه، إحنا بنبعت 90 شاحنة وفي أزمة اقتصادية في العالم ومصر أكيد متأثرة بالأزمة الاقتصادية وأنتوا كلكم بتتكلموا على الموضوع ده. أهمية، وزي ما برضو ذكرت إنه الرئيس في أكتر من موضع طالما تحدث عن استقرار الدول، استقرار المؤسسات، بناء مؤسسات الدول، وحق الشعوب في تقرير مصيرها باستقلالية تامة. هذه المساعدات التي تقدم من حين إلى آخر في السودان نقدر نشرحها للناس في أي إطار لما يبقى في وضع اقتصادي صعب بالمنطلقات دي وبالتبسيط دائما غير المخل من الأستاذ أكرم؟ فهمنا يا فندم. لا هو
طبعا الحقيقه ان مصر بتعمل ده باعتبار جزء من استقرارها، يعني كمان الاستقرار الصناعي. اولا مصر لا تتدخل في شؤون الدول او في اختياراتها او في قرارات الصعود، ودي استراتيجيه مصريه، التعاون والشراكه دائما والاستقرار. ومصر بتقول الاستقرار، بتعلم ان لديها تجربه واسعه في هذا الامر. مصر من الدول التي نجت كثيرا ودخلت في سياقات مختلفه لاداره هذه التفاصيل واداره التنوع داخل المجتمع. من حق المجتمع انه يكون في اراء مختلفه، لكن الحقيقه ان مصر استراتيجيتها مع السودان بتعتبر ان السودان جزء من مصر، وانه مش فكره مساعدات بس، لان مصر قبل كده قدمت لو احنا فاكرين الافران الخبز المليونيه يعني، او ودي تجربه مصريه خالصه. فكره المساعدات مش بنمني او بنتكلم خالص، لا احنا بنتكلم ان ده جزء من مصر، ودول مواطنين يحق لهم ان يعيشوا هذا الاستقرار ويعيشوا هذا الامر. فطبعا الحقيقه انه اذا احنا بنتكلم او لشرح هذا الامر وبتبسيطه، انه احنا لما بندعم السودان او بنقدم مساعدات للسودان في سيول، في معامله سيول او معامله تبعيات، كاننا بنعمل حاجه في مصر بالفعل. ورئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه بينطلق من هذا، والدوله المصريه بتنطلق من هذا الموضوع بالذات، ان السودان جزء من مصر وامنها واستقرارها وامنها الغذائي، وانه مواجهه هذه السيوله ومواجهه هذه التداعيات المختلفه كاننا احنا بنتصرف في مصر بالظبط. وهذا الامر مهم لانه بنعتبر انه مصر والسودان شيء واحد فعلا، واحنا بنتكلم واحد بالمصير او اللغه او الحياه المختلفه. يمكن انت بتشير الى انه بعض الناس قد يروا هذا الامر انه غير ذي صفه او غير ذي اهميه، لا بالعكس، مصر بتدعم نفسها وبتدعم استراتيجيتها في انه هذا الاستقرار والتوسع او الدعم في اي مشكلات احنا بنشاركهم افراحهم واحزانهم، بنشاركهم هذا الامر، ودي شراكه وتعاون حقيقي. ونتمنى دائما او مصر تستهدف دائما انه السودان يستعيد استقراره ويستعيد قوته، لانه هو فعلا لديه امكانيات عظيمه، وزي ما انت اشرت في الاول، اولا قوه بشريه هائله، ثقافه وتعليم وتحضر لدى الشعب السوداني، واظن انه المصريين بينظروا لهم على انهم اخوه، بعيدا عن اي تداعيات او اي تدخلات او ادعاءات مختلفه هنا او هناك. فالدوله المصريه ترى ان السودان جزء منها وبتدعمها من هذا المنطلق. صحيح، انا بشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ اكرم القصاص.